التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، حيث شاهدت واستمتعت في انطلاقات صباحية هذا اليوم. فهنيا لكل الفائزين وحظ نوفر لمن لا يحالف الحظ في سباق هذا اليوم، والتمهيدية السادس لسن الحقايق على أرضية ميدان سيف العرب أحد الأفرع والأذرع التابعة لميدان المرموم الشهير. ينطلق منذ قليل شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الحادي عشر الذي يضم نخبة من الأبكار الحقايق. نسير مباشرة إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى البداية الأولى والذيبة. ناصر بن محمد بن خلفان النيادي اللي تقدمت إلى المركز الأول والصدارة، بينما الغادمة على المركز الثاني وصلت متاهة لمحمد بن عتيج المقعودي الفلاسي، من يقدم لنا متاهة اللي على المركز الثاني، بينما ناخذ الوصول مع المركز الثالث من حشيمة سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري، بينما في المركز الثالث أو في المركز الرابع تدخلت ميزة سعيد بن محمد بن عواد اللي يأتي على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس اللي تقدمت الآن وصلت الشاهينية بدر بن سالم بن علي الدرعية يأتي على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، هكذا ندائنا للمراكز الأولى المتقدمة التي تبحث عن الإنجاز، بينما أسامي ما بعد الخمس المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها ونديها وتقدمها إلى المراكز الأمامية نحو مقدمة الشوط والصدارة. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول. ميزة 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 اللي ميزت نفسها في مقدمة الشوط وفي المركز الأول، سعيد بن محمد بن عواد اللي على المركز الأول، بينما يتقدم الآن شعار بن شميل مع حشيمة سعيد بن عبيد بن شميل الخاطري، بينما هناك متاهة اللي قادمة متاهة بشعار محمد بن عتيج المقعودي قادما بقوة قادما بمايد شعار أمير وشعار الكثير والكثير اللي انتجن وغذاب من المؤسسات الكبيرة، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع الوصول من الضبي لعلي بسلطان بن رشيد واصل علي كاسات. وش الجاهزية يا علي كاسات لمهرجان جائزة زايد الكبرى؟ الله، وهنا نراغب مشاهدينا الكرام اللي على المركز الخامس، وصلت الان ضاريه يا ضاريه عبيد بن سلطان بن رشيد قادما بقوه، لكن العوده في الغلاف الجوي الاخير مع الثمانيه 100 متر الاخير راحت متاهه، راحت متاهه الى مقدمه الشوط مع كنج الاهباب، كنج الاهباب ممثل الأهباب في كل المنافسات وفي كل التحديات. ما شاء الله بدأت تطير متاهة لمحمد العتيج المقعودي الفلاسي، بينما هناك الغادمة على المركز الثاني الضبي علي بن سلطان بن رشيد، أما في المركز الثالث راقب الغادمة شخصية ضيدان بن سالم بن علي المري غادما بقوة غادم مع الأمتار الأخيرة، ولكن ما شاء الله راحت متاهة موقعها وموقع أبوها سلالة الشباب، سلالة الشباب الهرش، ما شاء الله وتبارك الله، نوعية فاخرة، نوعية فاخرة، جوهرة من جواهر الصباح يقدمها كنج الأهباب محمد بن عتيج المقعود الفلاسي. سلام يا شعار يا أمير، شعار الرموز، شعار الكثير والكثير من الأسامي اللي صالا وجالا بهذا الشعار، سلالة الشباب، سلام إلى الأهباب، سلام سلام وتحية واحترام. المركز الثاني وصلت اللي هي الوارية خالد بن محمد بن غنام الهاملي، المركز الثالث وصل المري مع شخصية ضيدان بن سالم بن علي،
المري اللي يحتل المركز الثالث. هذه النتيجة لثلاث المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني 4:32. تهانينا وناموس لكنج الإحباب محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار وعلى تألق سلالة الشبابي، سلالة الهرش اللي انتزعت ناموسي هذا الشوط. تهانينا وناموس للجميع.